الالتحاق بمقاعد التكوين، وذلك من خلال العروض الموفرة والتي تم إدراجها في منصة مهنتي. اليوم جينا باش نديرو أميتي تاع الصناعة التقليدية والحولي، كان استقبال جيد. شكرا على حسن الاستقبال، نشكر سيد المدير سيد حشماوي وجميع الطاقم الإداري. غيرت هذا الميتي باسكو نبغيه بزاف، وميتي تاع العائلة. الله يوفقنا إن شاء الله. السلام عليكم، أنا حواطي عليا متربصة في مجال حلاقة السيدات. اليوم افتتاح تحت تكوين مهني، إن شاء الله بداية موفقة توفق الجميع. السلام عليكم، معكم سلومي ابتسام، تخصص الخياطة. بالنسبة للاستقبال تاع اليوم كان استقبال رائع، يعطيكم الصحة. وبالنسبة لهاد المهنة أنا حصلتها خاطرش عندي شغف في هاد التخصص. أنا هنا في ورشة تاع الصناعة الجلدية شو المنتجات الجلدية، وأنا اختاريت هاد شو السبيساليتي. شو ديجا أنا حنا عائلة نخدمو شو الأحذية بكري، شو ديجا أنا ديجا بكري نبغي هاد مع الصناعة الأخرى. شو ديجا شو نخدم في الإدارة، بصح شو بغيت شو يبول شو باسونس هكا باش بلوطار بلاك نخرج تاتو نصيبها في كارير تاعي. هذا مكان دخول دورة فيبري 2022 بمركز التكوين المهني للفنون التقليدية، الذي يعتبر الصمام النابض لقطاع التكوين والتعليم المهني على مستوى ولاية تلمسان، بالصناعة التقليدية والتي تعتبر الوسيلة من الوسائل التي تعبر عن حضارة وثقافة الشعوب. كذلك تعتمد قيمة الحرف التقليدية على مستوى ولاية تلمسان بصفة خاصة وعلى المستوى الوطني بصفة عامة. بهذه المناسبة نرحب بأبنائنا ونقول لهم مرحبا بكم، مرحبا بكم في مركز التكوين المهني للفنون التقليدية مشكلة لمتمهنين ومتربصين وذوي الاحتياجات الخاصة الآن، التي تقوم بحضور بمعهد الإمامة للتخصص في فخار